هو الفكره بس ان انت فاهم حاجه يعني. سيبك لا بس الاغنيه دي قصتها المعنى الرئيسي انا لما اتفرج سيبك, سيبك من كل ده سيبك من كل ده الستوري بتاعت اللي انا لا سيبك من كل ده انا عايز افهم بس انت ليه ده ما حسيتش انت فاهم لا عشان هو يعني ودياب عمال بحبها قوي يعني الستوري بتاعتها تحفه بص بص لا بس انت خالد فعلا مش عارف معنى الكلام كنت بعمل كده هي اتخبطت في سن الترابيزه انا لازم كنت اقف معاهم بس مش عارف الكلام معناه ايه لازم لا انا لم اتغير بس هو ده اللي انا لكن مش عارف هو ايه انا ما اتغيرتش انا زي ما انا انا بسافر امريكا بعمل مش عارف ايه قالوا لك على وضع يعني فاهم اللي هو انا على وضع على وضع على وضع يعني بس مش اكتر من كده طب يعني كنت بتحفظها ازاي يعني كنت بتكتب الكلام الانجليزي بالعربي بالعربي وكان في واحد في الاخوات الثلاثه فاهم يعني فكان يقول لي ايه المعنى العام بتاع الغنوه بيقول 1 2 3 ايوه علشان اعمل الحركات اللي انت بتتريق عليها دي تحس ان انت فاهم يعني تبين الناس انت عارف ان انا فاهم وعارف انا بقول ايه مجروح بس انا صدق ان انا صدقتك وياما اكلت عيش انا والله صدقتك عادي ما كنتش انا صريح الاحساس برضو خالد عجاج يا جماعه اكيد احساس برضو ايوه تاني كمان تاني كمان عم خالد براند برضو براند